احنا معانا اصل معلن على التليفون دكتوره ريهام العراقي. هتقول لنا الدكتوره ريهام اذا كانت المانجا دي اللي احنا بنبقى في الصيف بقى عليها على بتخن ولا ما بتخنش ولا ايه؟ فين بقى دكتوره؟ الو هاي، مساء الخير. مساء النور، ازاي حضرتك يا استاذه سناء؟ الحمد لله. ازيك يا ساليه؟ عامله ايه؟ ازيك؟ الحمد لله كله تمام. المانجا بقى في امل انها ممكن تبقى ما بتخنش؟ هل ممكن نتخيل خيالات كده؟ هي ما بتخنش. لا والله دي مش خيالات، دي حقيقه، احنا بس اللي ظالمينها. والله لا، طب احكي لنا. انا اشرحي لنا بقى. بصي، انا سمعتكم بتقولوا ان هي الكالوريز بتاعتها كتير. دلوقتي انا هتكلم بجرامات، يعني لو بتكلم على منجايه مثلا وزنها 200 جرام اللي هي داخله في ربع كيلو، فدي فيها من 120 ل 150 سعر بس قد الموزايه. يا خبر ابيض. بس الموز بيقولوا عليه بيتخن برضو. لا مش للدرجات دي، لا مش للدرجات دي والله. ما هي الاضافات يعني اللي الموضوع بتاع التخن والخفيفان مش معتمد على ان اكل معين هو اللي بيزودني، معتمد على كمية. الحاجه دي انا واخداها من ضمن سعراتي فانا تمام باكلها وبستفيد بفوائدها ومش بتخن، ولا واخداها زياده؟ عارفه لو خدت حته فرخه بسعراتها زياده عن احتياج جسمي هتخن طبعا. يعني هو الموضوع مش معتمد على ان الفاكهه ولا لا، معتمد على هي من ضمن سعراتي ولا لا. اما بقى المانجا فيها سكر كتير ولا لا، فهي برضه ما فيهاش سكر كتير، يعني ال 200 جرام اللي هي ربع كيلو دي فيها حوالي من 28 ل 30 جرام سكر، بالظبط قد من 5 ل 7 معالق رز. فلو انا بحب المانجا قوي، يا اما احسبها من ضمن السعرات بتاعتي واكل رز واكل مانجا عادي جدا، يا اما اشيل حبه الرز اللي انا عايزه اكلهم في مقابل المانجا اللي انا عايزه اكلها. يعني انا كل ال 200 جرام دول يعني اكل لي مانجتين عويس مثلا. مثلا او الفص فص. بقى يا أو سلام. الفص بقى ايه؟ 5 فص يا سلام. الميزانيه تسمع. نقي الحاجات المسكره قوي. عامة هي المانجا كلها فوائد، حتى لو هي فيها سكر. ايه فايدة تانية غير انها ما بتخنش؟ ايه الفايدة التانية؟ لا ده في فوائد رهيبة، ده هي أصلا بتساعد على الشبع عشان هي فيها ألياف، نسبة الألياف فيها عالية جدا. فبتساعدني إن أنا الشهية عندي تتسد وأشبع بسرعة فآكل كميات أقل. بتساعد كمان الألياف اللي موجودة فيها دي على الهضم، والناس اللي عندها إمساك بتحسن الموضوع ده تماما. المانجا فيها ملح مهم جدا، عشان الناس بتتكلم إن المانجا أملاح فالصوديوم فيها عالي، بالعكس تماما الصوديوم فيها قليل جدا، نفس ال 200 جرام دول فيهم 2 مللي جرام صوديوم بس، انا احتياجي من الصوديوم في اليوم كله 2000 مللي جرام. فمش هي دي اللي عامله لي الازمه، بالعكس ده هي بقى البوتاسيوم والمغنيزيوم اللي احنا محتاجينهم في يومنا عشان يدونا الترطيب بقى، وعشان ينزلوا لنا الاملاح الزياده والميه المحبوسه، هم اللي فيهم عاليين جدا، هي بترطب الجسم قوي. كمان الناس الرياضيين اللي بيجي لهم وجع في العضلات او كرامبات، البوتاسيوم والمغنيزيوم اللي موجودين فيها بتقلل وجع العضلات ده وتقلل الكرامبات. فيها مضادات اكسده مهمه جدا لكل حاجه في جسمنا، من اول شعرنا لحد بشرتنا، هي اللي بتدي نضاره، بتخلي علامات التقدم في العمر على البشره تبقى اقل شويه، بتحارب الفري راديكلز او الحاجات الاكسده بتاعه الخليه اللي ممكن تسبب لي بعد شر دي. المانجا حاجه عظيمه جدا، ما بقيت مكان مش طعم بس، الحمد لله ده طعم وتاثير وفيتامينز وكل حاجه. طبعا وسعرات قليله. شكرا جزيلا يا دكتور، ميرسي، ذوقك جدا.